يستقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال زيارته إلى الأردن، ويجري جلالته والشيخ تميم مباحثات تركز على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن تستمر زيارة الشيخ تميم لعدة ساعات، يناقش خلالها الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية. رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز أن تثبت الحكومة أسعار المحروقات لتسعيرة الشهر المقبل رغم انخفاض الأسعار عالمياً، وأضاف الفايز أن على الحكومة أن تتماشى مع المعطيات التي تشير إلى التخفيض وأن تتجه نحوه. ومن المقرر بحسب استراتيجية الحكومة للتسعير الشهري للمحروقات أن تعلن غداً عن أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية. شارك المئات من المواطنين ليلة أمس في الحملة العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري، والتي تأتي تحت عنوان ساعة للأرض، والتي يتم خلالها إطفاء كافة الأنوار غير الحيوية مدة ساعة كاملة في كافة الدول المشاركة بهذا الحدث العالمي. وتهدف الحملة إلى لفت أنظار العالم للتوعية بالأخطار البيئية نتيجة الإسراف في استخدام الطاقة، وإيصال رسالة أمل إلى الجميع مفادها أن الكثير يمكن تحقيقه خلال ساعة. اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من المواطنين الفلسطينيين وأصابت العشرات، بينهم مصورون صحفيون ومسعفون، خلال تفريقها لمسيرة مركزية خرجت في القدس إحياءً لذكرى يوم الأرض. وتأتي الفعاليات ضمن إحياء الفلسطينيين للذكرى 38 لثورة يوم الأرض التي وقعت في 30 من آذار عام 1976.